رجال اتفضل لنا واحد سوا يا يوسف. لا يوسف الورع مرتين بيطلع يا استاذ اشرح لحضرتك. انا كلمني يا استاذ يونس، انا بقول لحضرتك بيشوفها من وقته اللي هو موجود عنده في ايتين مش على حساب حد ثاني. خلاص وانت لو نسيت تيجي تبص برضه ما تعقدهاش. خلاص هي قاعد ثانيه واحده اتفضل. ايه هما الكلمتين في الفيلم؟ من كلمتين اولانيه فيها الف ولام، الشيطان يعز. برافو، الاجابه سليمه والشيطان يعز، يستحقوا ثلاث نقط للرجال بجداره. طيب تفضلي. مش عارفه فيلم ولا ايه؟ من ثلاثه اللي في الثانيه في ثالثه الثالثه في الهوا جواز في الهوا الاولانيه بيت في الهوا منزل بيت منزل قصر في الهوا في 22 ثانيه ثلاث نقط يستحق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. في حاجات فين الواحد ما بيشعرش. طيب انا ما شفتش. لا قصر في الهوا تفضل. فين انا هنا تفضل. زمايلي ولا حظي. لا يا حبيبي. مش عارف فيلم ولا فيلم قديم؟ فيلم عبيد عبيد ياسين. اتنين بيعمل كده. الله. الكلمة الأولى؟ الكلمة الأولى. ولا الثانية هتشرح؟ يعني إيه بنعمل في الزبائن؟ فيها اسمه؟ تشرح الثانية. فيها اسمه؟ هتشرح الثانية؟ الثانية. اسم حازم. اسم حازم عالم يعني. الأولى؟ أفندي؟ البي ست الهانم. هانم ست أميرة سكر هانم ليلى علوي حلوة. ايه فيلم اسمه ايه اللي بيعمله ده؟ البابي غير البابي. ست مرأة امرأة باللغة العربية المرأة الست السيدة حنفي السيدة حنفي السيدة حنفي السيدة السيدة في ظهرك السيدة جميلة فهمت دقيقة السيدة سكر حلوة السيدة ايه؟ السيدة حنفي حنفي التانية بقى الكلمة التانية ايوه اسمه الأولانية السيدة التانية سيدة حنفي تعال كده بس التانية سيدة حنفي حنفي تعال كده عشان اشوف تانية بقى يا غبائي اللي أنسى حنف ده الولاد الصغيرين اللي هم لسه بيرجعوا عارفين أنسى حنف. معلش ما علينا خليهم يتمدسوا عبيرة. طيب دول عايزين هنا اسماعيل ياسين يلا اتفضلي اتفضلي من فضلكم السماح التركيز. يلا اتفضلي كلمة طلقة اتفضلي تالي فيلم قولي الستار او قديم او كذا كلمتين مش عارف كلمتين قديم اول واحده نص شنط مسافر شيال رحله برافو رحله المتاع رحله الشقاء والحب ايه بكلمتين يا جماعه رحلة الخوف الرعب الزعر الرعب النسيان رحلة النسيان جابة سليمة في 34 ثانية ما شاء الله عليك وأنا برد عليكم ما شاء الله والله تفرح نسيان بصراحة يعني. طيب يبقى لهم ثلاث نقط.